رحبوا معي بضيفنا المفكر الكبير الأستاذ محمد سيدان. هذا الكتاب اللي أرخت فيه لأحداث كبرى مرت على مصر في فترة الحقيقة هامة جدا من تاريخ البلاد، وهي الفترة من عام 1945 اللي أنا ولدت فيها، أي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وحتى كتابة الدستور في 2014. هذه الفترة من حياة مصر شهدت نهايات الفترة الملكية وقيام ثورة 52 بكل ما تلاها من قانون الإصلاح الزراعي وبناء السد العالي والوحدة مع سوريا وحرب 67 وكل المبادئ والسياسات التي طرحت في ذلك الوقت والتي غيرت الواقع العربي بالكامل، من القومية العربية للعدالة الاجتماعية لعدم الانحياز لكل هذه الأشياء، ثم مرحلة السادات وما شهدته من تراجع عن هذه السياسات بشكل شبه كامل، مع تحقيق بعض الإنجازات اللي طبعا في مقدمتها تأتي حرب أكتوبر 73، ثم اغتيال الرئيس السادات، ثم مرحلة مبارك، ثم ثورة 25 يناير و 30 يونيو وكتابة الدستور الذي يفترض أن يكون هو الأساس لدولة جديدة تماما تبدأ حين يتم تطبيق هذا الدستور، اللي هو لغاية النهاردة لم يطبق بعد، وما زلنا لم نبدأ هذه الدولة الجديدة وهذا المجتمع الجديد اللي نص عليه الدستور. والجزء الثاني اللي بيبدأ بمرحلة مبارك وينتهي بالدستور اللي بكتب فيه حاليا، يمكن أقول هنا لأول مرة إن أنا بالفعل انتهيت من الفصل الأول منه.